دقائق بعد العشرة، أهلا وسهلا بكم الناس الكل، إن شاء الله نهاركم زين. الخميس اليوم 27 أوت 2020، إن شاء الله يا ربي نعدي ونهير وسويتي من زمان مع بعضنا من توا حتىش العشرة متاع صباح كما العادة. الموعد اللي يجمعنا بكم في زوم 73 نفذ على أهم مشاغل ومشاكل الساحل الكل بين سوسة والمستير والمهدية كما العادة. قراءة للوضع الصحي، آخر التحيينات، الأرقام، الإصابات، زاد كيف كيف اللي قاعدين نعيشوا فيها واللي قاعدين نشهدوا فيها مؤخرا في بلادنا، الإجراءات الجديدة، القوانين اللي قاعدة تصدر على إثر هالوضعية هذه اللي قاعدين نعيشوا فيها، وبعض الأخبار الأخرى لكل ما يهم الساحل الكل كما العادة. يلدو زوريم تلقاوهم معكم من قدام الميكرو من العشرة حتى نص نهار، دونك نعملوا برشا على تليفوناتكم على 73 278 600، سينو زادة تنجم تخليوا لي ميساج نتاعكم في الفيسبوك على الباج فيسبوك نتاعنا أو ميساج بريفي، توصلوا أصواتكم وأصواتكم إن شاء الله ديما توصل معنا في زوم 73. ألا بكريم، صباح الفل والياسمين، إن شاء الله نهارك زين. نهارك مبروك. حافلة اليوم بالأخبار أبارامون، عن بعض المواضيع اللي نحكيو فيها بإطناب باش نحكيو فيها بالباهي بالباهي اليوم. الإصابات زادة كيف كيف، عدد الإصابات اللي قاعد يرتفع في كل، مش في كل الولايات ولا في كل المدن، ما فما مناطق اليوم اللي براتيكمون يوميا الفيروس فيها نشط. فوالا، الفيروس فيها نشط أكثر والعدوى فيها محلية قوية شوية باغابوغ البلايص أخرين. زادة كيف كيف مالوغوزمون قاعدين نحكيو على عدد من الوفيات اليوم اللي ما لازمناش نستهنوا به، خاصة كي نقولوا الحامة ولا كي نقولوا جيبس أو الحاجة، نترحموا على اللي قاعدين يتوفوا بالفيروس هذايا، إن شاء الله ربي يرحمهم ويصبر أهاليهم. وذاك علاش لازمنا نردوا بالنا على رواحنا أكثر، ولازمنا نطبقوا إجراءات البروتوكول الصحي الكل باش نحميوا رواحنا ونحميوا عائلاتنا مهما كانت الوضعية اللي نحنا موجودين فيها، خارج باش تخدم، خارج باش تقضي، خارج للسوق، خارج أي بلاصة باش تمشي لها، يظل ما فيها بيس كي تحط على فمك البافيت وإلا الكمامة، تعقم يديك، تغسل يديك بعد ما كل ما تمس أي حاجة، ونحاولوا ديما نحافظوا على تباعد الجسدي في كل بلاصة نجم نكونوا موجودين فيها. رغم اللي هذا ريما احنا قاعدين نقولوا فيه كل يوم، لو أنه كي تهبط اليوم للشارع وتتفرج تشوف البوسطة العباد على بعضها، البنوك العباد واقفين في الصف، وما فماش حاجة اسمها تباعد جسدي ولا تباعد اجتماعي، الأسواق حدث ولا حرج، وغير ما نحكيو على وسائل النقل زادة كيف كيف اللي تكون معبية بالعباد، العباد الكل مش الناس الكل تكون ملتزمة بلبس الكمامة. هذايا اليوم راهو معناها ما لازمناش نستهينوا بالوضعية وما لازمناش نستهينوا بالحبس، ولازم الخطية مالية، وقلنا البارحة توصل حتى كش 3 ملايين. أما يظهر لي حد مازال ما هو مصدق هالموضوع هذايا، على خاطر حد مازال ما تخطى. خاطر؟ حتى حد مازال ما تخطى، مازال ما خذي خطيه ولا القرار. اي ما مازالوا ما فهموش العبيد علاش، انا الحقيقه انا بيدي نستفسر علاش من 100 ل 3 ملايين، شنو ينجم يخليني ناخذ خطيه ب 100 دينار؟ جوستمون اللي ينجم يخليني ناخذ خطيه ب 100 دينار لين يوصلني، شنو اللي ينجم يخليني ناخذ خطيه ب 3 ملايين؟ معناتها كيما عرفتك شفت معناتها درجه الحراره من الى، احنا هكاك اوصل الوجوه فرق الحم، هذا المثل الشعبي التونسي اللي يعبر على الوضعيه هذه. دونك انا نرجعوا بعد شويه نحكيوا تفاصيل على فيروس كورونا والوضع الصحي في البلاد، زاد كيف كيف كما قلنا بقيه الاخبار اللي نلقاوها في مختلف ولايات الساحل. سينو ليديتو كيما العاده اللي باش نبداو بها في الوقايه هذيا توت سويت مع ريما. ايديتو زوم 73. على سلامتكم. بلاغ من المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف هشام المشيشي يعلن فيه على تخليه على الوزير المكلف بحقيبة الثقافة. البلاغ هذا جاء بعد تدوينة للوزير حكى فيها على تعفو على الوزارة، والرد من المشيشي كان لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب. الضجة لرفقة تعييننا وليد الزيدي ما كانتش بسيطة، ورافقها برشا تعليقات وردود فعل مختلفة من القطاع الثقافي، من المواطنين العاديين ومن السياسيين، منهار الإعلان على التركيبة. الوزير استقبل التهاني ورد على تليفونات وعد المؤسسات الإعلامية بالتصريحات والحضور الإعلامي، ولكن بلهجتنا الدارجة رئيس الحكومة المكلف قص عليه قص عربي، ولخلينا نفهمه كيفاش صار التكليف، عليه صار التكليف، خلفيات التكليف وإشكاليات التكليف، وفي الأخر ما نجمنا نفهمه كان تكتيك التكليف. إديتو زوم 73. ديما نرجع باش نستظهر بالمثل نتاع الكره، الميتافور اللي تصير، معناها نحن التشكيله نتاع الحكومه كيما تشكيله المنتخب الوطني ولا تشكيله ليزيكيب اللي تنجم تكون تلعب. اليوم ريم نلقاو وزير قبل ما تعرض الحكومه ولا تشكيله الحكومه على مجلس نواب الشعب، ولا وزير هو راهو وزير مكلف بحقيبه وزير، دونك قبل ما نناقشوا حتى الموضوع
ولا نشوفوا شنية الاستراتيجية شنية البرنامج، نشوفوا ملامح الحكومة هذية. قاعدين نتفاجئوا كل يوم بخبر جديد، هاو هذية الإعفاء وإلا اختار أنه يعفي روحه من الوزارة هذية. لا لا، هذية هو الإشكال يلدز. البارح العشية الوزير هذية المكلف يهب التدوين على موقع التواصل الاجتماعي صفحته الخاصة يقول تعففت وأتعفف على الوزارة وكل. من بعد فما مؤسسات إعلامية وإذاعات خاصة كلمته باش تستفسر اسكو هو تخلى على حقيبة وزارة الثقافة ولا لا. قال بصريح العبارة مانيش متخلي على حقيبة وزارة الثقافة، وهذايا لا يعني أتعفف، لا يعني أنه أتخلى وكل. دونك هذايا التصريح اللي صار البارح للوزير المكلف. اليوم الصباح مكتب الإعلامي لهشام المشيشي يهبط بلاغ في أنه راهو تم إعفاء الوزير هذايا من الحقيبة هذايا، التكليف هذايا. دونك ماهوش باش يكون هو وزير للثقافة في حكومة المشيشي. ممكن يظهر لي زاد من حقنا باش نفهموا عليه. والريبونس هاو باش نقول لك، الريبونس هو البلاغ نتاع المكتب الإعلامي للرئيس الحكومة المكلف. كان في هذايا بلاغ بخصوص التخلي عن المرشح لوزارة الثقافة وليد الزيدي إثر التصريحات الصادرة عن السيد هذايا لتولي حقيبة وزارة الشؤون الثقافية، واللي عبر فيها عن تعفو عن تحمل المسؤولية. يعلن السيد هشام المشيشي رئيس الحكومة المكلف أنه تقرر التخلي عن اسم السيد وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة المقترحة، وباش يتم تعويضه بشخصية أخرى. في هذا الإطار يؤكد رئيس الحكومة المكلف أنه لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني. هذايا بلاغ المكتب الإعلامي للمشيشي. بربي خذني على قد عقلي مثال شوف فصلي بشويه بشويه. تعفف ايش معناه؟ يتعفف على وزاره الثقافه ولا على المنصب هذايا الوزاري ايش معناه؟ هو لازمنا ديكسيونير هذا، مش ندخلوا في تفاصيل. احنا هو اتعفف وقال قصدت بها انه انا معناتها مش قصدت بها انه انا باش نتخلى على الحقيبه هذه. المشكل هذا في هذا الكل شنو يلدز؟ المشكل انه الشخصيه هذه تم طرحها تقريبا نهار الاعلان على تشكيل الحكومه، صار نهار ثلاثه تقريبا، عفوا نهار لحد في الليل ولا الاثنين نص الليل. دونك نهار الاثنين، اليوم ثلاث اربعة واليوم خميس، ثلاثة ايام. وفما برشا عباد تحكي على انه مش هذا الوزير، مش هذاك الشخصية المعنية. فما ناس تحكي على انه ينجم ولا ما ينجمش تعرض الرجل هذايا للتنمر. فما برشا عباد تضامنت معاه، فما ناس من القطاع رفضوا، فما ناس من القطاع ثمنوا وحيوا الخطوة هذايا. الحديث على الرجل هذايا وصل لوسائل الاعلام العالمية. نحكيوا اليوم على ثاني وزير في حكومة عربية يكون من ذوي الاحتياجات الخصوصية بعد طه حسين في مصر. دونك الرجل هذايا عمل بوليميك في الايامات هذوما في ثلاثة ايام فقط. الناس اللي تشكك في انه هو الشخصيه اللي كان معناتها ينويها وزير الرئيس الحكومه المكلف، نقول لهم صعيب شويه على خاطر من هرت الاعلان على الحكومه لليوم ما جاء حتى بلاغ رسمي، والا ما خرجش حتى حد من حكومه من المكتب الاعلامي للمشيشي باش يقول راه مش هذاك هو الشخصيه اللي كنا نقصدوها. الحاجه الثانيه نحب نفهم انا دستوريا، وهذايا اكيد اهل الاختصاص ينجموا يفسرونا اكثر. دستوريا نجموا اليوم نحكيوا على حكومه بزالت كيف ما اخذتش الثقه يتم اعفاء والا يصير فيها تغييرات. نعرفوا احنا اللي دستوريا لازم يكون رئيس الحكومه المكلف لازم يقدم تشكيله الحكومه نتاعو في اجال دستوريه محدده، وهذاك اللي التزم به المشيشي والتزم به رئيس الجمهوريه. اخر مقصد جوستمون الدقائق الاخرى صحيت ما خلاوش لروحهم وقت باش كانوا ينجموا يتجنبوا هذا الكل. دونك اليوم دستوريا اهل الاختصاص اكيد كما قلت لك يعرفوا اكثر، يجاوبونا اذا كان دستوريا صحيح اللي صار ولا لا. نجموا نعوضوا وزير الثقافه المكلف بشخصيه اخرى. واخر حاجه، اليوم الراجل هذا ما فهمناش علاش تم تكليفه، ما نعرفوش علاش اختيار الشخصية هذه بالذات رغم معناتها حساسية الوزارة وحساسية الشخصية الوضعية بالطبيعة وما فهمناش علاش. لليوم ما نعرفوش الإعفاء علاش صار. كلامه اللي كتبه هو على مواقع التواصل الاجتماعي وتعفوا على تحمل المسؤولية هذه علاش، رجوعه في الكلام هذايا وأنه ما تخليش علاش. دونك في وسط هذا الكل فما حلقة مفقودة اليوم لازمنا نفهم توضيح من رئيس الحكومة المكلف، من السيد اللي معني بالتعيين هذايا ولا بالتكليف هذايا، باش نفهموا شنو اللي صار في هال 72 ساعة من نهار الإعلان حتىكش لليوم. نتنجم تكون زادة خطة اتصالية هذايا باش انه يسوق للحكومة بطريقة أخرى جديدة، بالك احنا مازلنا ما فهمناش.
هو حسب علمي ودراستنا للاتصال يلدز الخطه هذيا اللي تكون تيزينغ تيزينغ للحكومه موجوده في الحكومه. دو فاسون ما نتصورش ان التطور الاتصالي لحكومه المشيشي نجم يوصل يخمم في حاجه كما هكا أي. ولكن بالحق فما مشكله في الاتصال هو هذيا واضح وديما نحكيو فيه مانيش نعاود نحكي فيه. اما بالحق اليوم لازمنا نفهموا علاش تم تعيين الراجل هذيا علاش تم اعفاء الراجل هذيا. انطوكا ان شاء الله الايامات الجايه تفسر لنا ولا يوضحونا على قليله شنو اللي صاير اليوم في قصر الضيافه ولا في دار الضيافه يفسرونا شنو هي الاجواء اللي صايره في تونس الكل خلينا نفهموا خاطر التونسي اليوم ولا مشتت. التونسي اليوم عقله ولا مقسوم بين بلاد ما فيهاش حكومه ونستناو في تشكيل الحكومه واسكو باش يصدق عليها مجلس النواب ولا لا كل شيء يوقف راهو في انتظار تشكيل الحكومه. فما برشا ادارات اليوم ما تنجم تاخذ حتى قرار حتى في قرارات عاديه راهو في وسط سير العمل العادي الا بتعيين الحكومة على خاطر اليوم الوزراء نعاود نذكروا يلدز هما وزراء تصريف حكومة تصريف أعمال ما عندهمش الحق باش ياخذوا قرارات ولا باش يصحوا في مراسيم وقوانين وغيره. وباغ كونتخ من جهة أخرى زاد المواطن التونسي لاهي في وضعه الصحي لاهي في عائلته لاهي في ماكلته عودة مدرسية اللي مازالت ضبابية إلى حد الآن. فما شكون اللي يقول ما فماش العودة المدرسية سنة ويمكن تكون عملية انتحارية إذا كان باش نرجعوا نقراوا ولا صغيرات باش يرجعوا نقراوا. هو ينجم يحدد فما عودة مدرسية من عدمه هو الوزارة جديدة اليوم الوزارة اللي هي مازالت قرار اليوم لازمها تتناقش وتقعد وتحكي مع وزير الصحة. اليوم وزير الصحة بالنيابة ربما قادر باش يخرج في بعض الأحيان في ندوات صحفية ويعطي تطور الوضع الصحي ولكن ماهوش قادر اليوم الوزير هذايا حسب رأي باش يتابع متابعة معناتها كيف ما يلزم للوضع الصحي في تونس. دونك اليوم بالحق لازم يتم التسريع في منح الثقة ولا عدم منح الثقة وهذا ينجم يدخل البلاد زاد في سيناريو آخر عدم منح الثقة للحكومة مع تجاذبات الحزبية اللي صايرة مع صحة الرأس السياسية زادة خاطر من بعض الأحزاب اللي تم استثنائها وتقريبا كل الأحزاب تم استثنائها من تشكيلة الحكومة تنجم تعمل براد فير معناتها للحكومة هذه. دونك مازلت الصيف مازال سخون شوي سياسيا إن شاء الله ربي برد علينا الأجواء هذه على خاطر بالحق العبد ما عادش متحمل يظهر لي الأعصاب الكل مشدودة الناس الكل ولات على أعصابها مانيش عارفين الثنية اللي ماشيين فيها وين باش تهز. شكرا لي كريم هذه ليديتو بالنسبة لليوم عندك مضيف لا ما عندي ما عندي فما تفاصيل الإقالة هذيا نحب نقول نهار السبت تعرفوا بعض الخفايا والتفاصيل الجديدة على حكاية وزير الثقافة في برنامج بابيون. تري بيان دونك نقعدوا نستناو حتىش البابيون واش مازالها وغدوة وبعد غدوة نورمالمون وتسمعوا رضوان شبيل في بابيون باش يعطيكم التفاصيل ولا بعض الكواليس على حكاية الاستقالة هذيا. 10:14 بعد شوية باش نمشيو نعملوا دورة في الأسواق واليوم الرحلة نتاعنا باش تكون في نفيدة. قعدوا معنا باش تاخذوا فكرة على الأسواق من الخضرة والغلة والمنتوجات المتوفرة اليوم في نفيذة. ما تبعدوش لبعيد زوم 73 حتى يش نص نهار خليكم معنا. زوم 73